وكل يوم يمضي عليك يا ابن آدم قرب لقدمك من باب القبر، وملك الموت ينظر في وجه كل واحد منا كل يوم 5 مرات، وملك الموت كما اخبر الحبيب المصطفى يعرف كل واحد منا اكثر مما يعرف الانسان ولده. وقد ذكروا ان ملك الموت كان صديقا لسليمان بن داود عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكان يجالسه متمثلا في صورة جميلة. ففور سليمان ذات يوم وكان احد وزراء سليمان جالسا مع سليمان، فلما انقضت زيارة ملك الموت قال الوزير لسليمان: من هذا الذي كان يجلس ثم انصرف يا نبي الله؟ قال سليمان للوزير: ولماذا تسأل هذا السؤال ايها الوزير؟ قال له: لانني رأيته ينظر الي نظرات غريبة عجيبة. قال سليمان: انه ملك الموت. فارتعدت اعصاب الوزير وتفككت اوصاله: لماذا انظر الي هذه النظرات؟ استحلفك بالله يا سليمان ان تأمر الريح ان تحملني الى بلاد الهند، فانا لا اطيق ان اجلس في بلاد رأيت فيها ملك الموت. قال سليمان: وهل يغنيك هذا السفر عن قضاء الله اذا كان قضاء الله قد حل به؟ قال الوزير: اناشدك الله يا نبي الله ان تأمر الريح ان تذهب بي بعيدا بعيدا الى بلاد الهند. وتحت الحاح الوزير اصدر سليمان اوامره الى الرياح، فحملت الوزير الى بلاد الهند. وبعد ان وصل الى بلاد الهند جاء ملك الموت الى سليمان زائرا، وقال له: يا سليمان، لقد عجبت عندما رأيت هذا الرجل عندك في هذا المكان، لان الله امرني بقبض روحه في بلاد الهند، فلما رأيته جالسا عندك عجبت وقلت: يا رب، لقد امرتني بقبض روحه في بلاد الهند، فما الذي جاء به في مجلس سليمان في مدينة القدس ها هنا؟ فلما حان وقت قبض روحه ذهبت الى بلاد الهند لانفذ اوامر الله، فوجدته في انتظاري ينتظر قضاء الله. اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت. ان الله عليم بالمصير.